سيدة فدوشي فاطمة، رئيس جمعية أرباب الحمامات بالدار البيضاء. ومن هذا المنبر بغينا نقولوا للرأي العام وكاع المواطنين المغاربة بأن كثرت الإعلانات الصحفية وكثرت التدخلات ديالنا وكثرت الجمعية. احنا كجمعية وكأرباب الحمامات وكمهنيين ما بقات لنا إلا نناشد السدة العالية بالله صاحب الجلالة ملكنا محمد السادس لإعطاء أوامره السامية للسادة الولاة والعمال في أقاليم المملكة ككل، لإعطاء أوامر السامية للنظر في المشاكل التي يتخبط فيها خدامه الأوفياء ورعاياه الأوفياء وخدام العرش العلوي المجيد من الحرفيين ومن أرباب الحمامات في المغرب. ونحن كجمعية وكمجموعة وطنية وكمكتب جهة ديال الدار البيضاء السطات الجديدة وفي إطار المشروع الملكي للجهوية المتقدمة الواسعة الموسعة عانينا الأمرين في تفريغ هذا القرار ديال السيد وزير الداخلية. قرار وزير الداخلية كان واضح وجد مفصل، حيث أنه ارتكز على نقطتين، النقطة الأولى هي التعقيم والنقطة الثانية وهي التباعد داخل فضاء الحمام. التباعد داخل فضاء الحمام هو حتمية على اعتبار أننا في فصل الصيف ويقل الإقبال على الحمام بصفاته أوتوماتيكية، خصوصا وأن الزبون المستهدف في هذه المرحلة هم المغاربون العائدون بالخارج، ونظر للحالة الوبائية وإغلاق الحدود هذا الزبون اليوم غير متواجد بالمغرب، أي أن المسألة ديال التباعد أو المسألة ديال العمل بالقوة الاستيعابية في حدود 50% موضوع غير مطروح. لكن تفاجأنا في المرحلة الأخيرة بإغلاق مجموعة من الحمامات حالة بعلة ارتفاع الحالة الوبائية أو عدد المصابين بمجموعة من المناطق. نناشد السيد الوالي ديال الجهة الدار البيضاء السطات الجديدة السيد ميدوش من أجل التدخل من أجل هذا الإنصاف، خصوصا وأن البلاغ ديال السيد وزير الداخلية لما تمت إحالته على السادة العمال والسادة الولاة هم بدورهم أحالوه على رؤساء الملحقات ونقصد القياد والبشوات. وهنا فتح باب ديال الاجتهادات ديال هاد الناس، هادو كل اجتهاد حسب مرجعيته وحسب منطقته. لكن المرفوض اليوم هو ان نحن داخل نفس العماله وبنفس الاقليم ملحقتين تابعتين لنفس العماله بقرارين مختلفين، بقرار لاستمرار العمل مع رفع حالات القصوى من الاحتراز وتعقيم والتباعد والعمل على التباعد، في حين أن هناك حمامات طلب منها الإغلاق. ها هنا مما شكل ضرر، وضرر نفسي وضرر اجتماعي وضرر اقتصادي لصاحب الحمام، حيث أن المسألة إذ كان المشكل هو التخوف من الوباء فالمسألة الوبائية لا تتعلق بحي وآخر، ربما تتعلق بمنطقة وأخرى بعملة وأخرى. اليوم نناشد السيد ولي الجهة بالتدخل من أجل تحديد الخطوط العريضة لتفريغ هذا البلاغ ديال السيد وزير الداخلية ولجنة اليقظة، خصوصا وأن احنا كوطنيين وكأرباب حمامات لم نطالب بتعويض وعملنا على تخفيف العبء الذي تعاني منه الدولة المغربية أو عانت منه الدولة المغربية في إطار تعويض الطبقات الهشة والطبقات القطاعات الغير المهيكلة، حيث أن كانت إنفاقات الدولة تصل إلى مليار سنتيم يوميا. نحن نعمل على تخفيف، أما الربح فصاحب الحمام والربح بعيدين عن بعضهما البعض في الآونة الحالية. نناشد السيد الوالي ديال الجهة ديال الدار البيضاء على اعتبار أن الدار البيضاء راه القطب المالي، وعلى اعتبار أن هذا القول يجب إسقاطه على باقي ربوع المغرب طالما أننا نحن رئيس اللجنة الوطنية لأرباب الحمامات بالمغرب. ومصدرين في الحمامات ديال الدار البيضاء بصفة عامة، القرار اللي جانا ديال الاغلاق حقيقه صراحه جاء مفاجئ، لان الحمامات تعرف واحد كاين متسع ديال التباعد، اولا كاين تعقيم، كاين جافير، كاين الصابون، يعني كاين بيوت كبار يقدر يدخلوا 20 في دقه واحده، كل واحد يشد
بلاصه ديالو تباعد ديال 4 متر او 5 متر ما كاينش اشكال نهائي في الحمام. هذا مشكل. ثانيا الناس تيشتغلوا في الحمام. الناس تيشتغلوا في الحمام تيعانيوا معاناه كثيره. الاكثريه فيهم ما عندهمش الرميد، الاكثريه فيهم ما استافدوش من الاعانات ديال الدوله ديال كوفيد، ويعني اكثريه ديال الناس ما مستافدوش نهائيا، يعني الناس تيعاني وناس يطلبوا بغا يرجعوا للعمل ديالو. وبالضمانات ديال ارباب الحمامات انهم تيوفروا التعقيم وتيوفروا التباعد وتيوفروا التهويئه في الحمامات. يعني تقريبا جميع الحمامات داروا اصلاحات في هذا الكوفيد هذا، لا من التعقيم لا من التهويئه لا من التباعد لا من نقصنا من العمال، الى ان درجات طلبوا منا السلطات العمال السلطات الطيابات يتنقصوا، كذلك نقصناهم. ولهذا تنجدوا للسلطات ديال مدينه الطابضه على راسهم السيد الوالي المحترم باش يراجع القرار ديال اغلاق الحمامات وترجع كما هي كما كانت. والحمام كما المعروف عليه حمام ديال الناس البسطاء ديال الناس الشعبيين، تيساهم في السلم الاجتماعي، تيساهم في بزاف الامور، تيكون في واحد التكافل عجيب اللي ما تيعرفوش الجميع الا ما حضر الحمام. ولهذا تنشد الجميع باش تعاود اتخاذ القرار بالنسبه للحمامات التقليديه، ولكم فاقر الاحترام والتقدير. الكوفيد كان كيعاني واحد المشاكل كثيره اللي منها الغلاء الاسعار ديال العود، الغلاء ديال الماء، الغلاء ديال الضوء، الضرائب، ولاو الحمامات بزاف، حمام حدا حمام، كما كتعرفوا قطاع الحمامات اليوم كيشغل واحد 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 العدد مهم من الشغيله ومن المواطنين في البلاد. في اليوم القطاع الحمامات كيتخبط في واحد العده المشاكل كثيره اللي خص الناس يلقاو ليها شي حل. والسلام عليكم ورحمه الله. الى عجبك الفيديو خلينا اعجاب وتعليق، دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.